هاي جريد 2، هاي جريد 2، معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده يا جريد 2 هنبدا مع بعض ناخد ليسون 4 في كتاب ديسكفر. احنا لاست كلاس بدانا في شابتر 3، خلصنا منهم ليسون 1 و 3. توداي وي ار جوينج تو ستارت ليسون 4. But before I will start our lesson, I would like to say, don't forget to make share, like, subscribe to my channel to send you new videos. تعالوا هنا يا جريد، يا جريد 2، نشوف مع بعض النهارده الليسون بتاعنا بيتكلمنا عن ايه. طبعا انتوا فاكرين لاست كلاس احنا اتكلمنا عن ايه؟ لاست كلاس احنا اتكلمنا عن ايه مع بعض؟ اتكلمنا عن الايه؟ الجوبس، وقلنا كل جوبس ايه؟ يعني قلنا كل واحد ايه 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 التوبكس، يعني ايه الماده اللي بيستخدمها في الايه؟ في جوبس. يعني اتكلمنا عن الدكتور وقلنا ان هو بيستخدم ايه؟ ساينس. اتكلمنا عن التانكر وقلنا بيستخدم ايه؟ الرايتنج والميث. اتكلمت عن الكمبيوتر بروجرامر وقلت ان هو بيستخدم ايه؟ بيستخدم التكنولوجي. سيلز بيرسون قلنا بيستخدم ايه؟ الماث والريدنج. اوكي؟ هنا بيقول ايه بقى؟ تعالوا هنا بقى مع بعض في الاكتيفيتي اللي قدام، بيقول ايه؟ ماي فيفورت توبك، يعني الوظيفه يعني اللي هي ايه؟ الحاجه المفضله ليا او الحاجه اللي انا بحب ايه؟ اعملها. هنا بيقول ايه؟ رايت ايتش اوف ذا فولوينج سبجكتس بيلو ذا سيتبل بيكتشر. في كل ما يعني هتكتب الماده اللي بيستخدمها كل واحد من دول تحت الصوره اللي قدامك. And color picture that represent your favorite subject you can color, you can color more than one. طبعا انت دلوقتي هتحط الاول السبجكت اللي بيستخدمها الوظيفه دي بتستخدمها وهتلونها. وطبعا هتلونها اللي وتقول بقى ايه that represent your favorite subject you could color more than one. طبعا ممكن انت ممكن تستخدم اي وظيفه من دول اكتر من مره. طب انا عايز اسيب لكم، هسيب لكم الاكتيفيتي ده، حاولوا انتوا تفكروا فيه as a homework. اوكي، تعالوا انا مع بعض ناخد الجزء ده. هنا بيقول ايه؟ job research، البحث عن الوظيفه. complete the following information about each worker as shown that solve two only one of the tools for each worker. طبعا كل واحد من دولك هيستخدم حاجه، فاحنا هنقول هو بيستخدم ايه. يعني انا عندي هنا كلمه فارما، اجريكلتشر، بروكسي. فارمر ووك اب ايرلي تو ووتر ذير ايه بلانت. طبعا الفارمر هيستخدم ايه؟ بروكسي، هيستخدم ايه؟ هي بروكسي بس. طيب هنا الجوب اللي قدامي هنا ايه؟ ده كاربنتر. كاربنتر اللي هو ايه؟ النجار. هنا دي ايه؟ اندستريال. طبعا التول اللي هيستخدمه، التول هيستخدم الايه؟ سو اللي هو الايه؟ المنشار. طيب هو طبعا ايه؟ ميكينج ايه؟ تشيرز اند تيبلز. بيصنع ايه؟ تشيرز اند تيبلز، اللي هي هنا بيقول انترستنج فاكت. انترستنج فاكت اللي هي ايه؟ الحقيقه بتاعته ان هو ايه؟ يوزنج وود تو ميك مثلا ايه؟ تو ميك فرنتشر مثلا، فور اكزامبل. جوب هنا ايه بقى؟ طبعا ده ايه؟ ده هنا المفروض ان هو ايه؟ كاشير مثلا، كاشير او سيلز مان. هو كاشير او سيلز مان. طيب هنا ده كاشير. طب الكاتيجوري بتاعته اللي هي الكاتيجوري بتاعته طبعا هي ايه؟ الكاشير ده احنا كنا حاطين الكاتيجوري بتاعته فين؟ تعالوا نفتكر مع بعض. الكاشير ده الكاشير اللي هو كنا حاطينه في انهي كاتيجوري؟ الكوميرشال، يعني هو مثلا كوميرشال. كوميرشال تجاري. انا ممكن اقول لك مثلا ان هو كاتيجوري ان هو كوميرشال تجاري، لان هو طبعا ايه بيتعامل مع ايه؟ مع الماني. اوكي؟ طيب انترستنج فاكت طبعا ان هو ايه؟ تريدنج ويز ايه؟ ويز ماني. هنا الجوب هنا طبعا دي ايه؟ جود تور جايد. تور جايد يعني ايه؟ يعني مرشده سياحيه. طبعا هتستخدم ايه الكاتيجوري بتاعتها؟ طبعا هنا الكاتيجوري بتاعتها ايه؟ طبعا نقول ايه؟ الهيستوري. الهيستوري نقول سوشيال ستاتس. التور بقى بتستخدم ايه؟ بتستخدم مثلا ايه الادوات اللي بتستخدمها؟ ممكن نقول مثلا ايه؟ التول اللي هي بتستخدمها ايه؟ اللي هي مثلا ماب. ماب التول هنا بتستخدم ايه؟ ماب. ماب. اوكي؟ طب هنا التول اللي بيستخدمها دوت الكاشير ده بيستخدم ايه؟ كاشير ريجستر. ريجستر. طب هنا الكاتيجوري بتستخدمها التول جايد بتستخدم ايه؟ بتستخدم الماب، لان يعني لازم نتعرف التورست اباوت ايه؟ بليسز. فالمهم ان يبقى عندها الماب. هنا عندنا كلمة income. income اللي هي الدخل. هنا بيقول ايه؟ read the paragraph then write the problem and solution by using graphic organizer as shown in the
سولفت ستون ان ذا سولفت اكزام. هنا اكزام اكزام هنا بيقول ايه؟ ماجد اند ساره وونت تو باي ا بريزنت فور ذا ليتل براذر شيل. بيقول ماجد وساره كانوا عايزين يشتروا هديه لاخوهم الصغير شيل. But Maggie and Sarah don't love don't have enough money for present. Maggie وسارة ما عندهمش فلوس كافية عشان يشتروا الهدية دي. Maggie suggested to prepare orange juice. Maggie اقترح ان هو يحضر عصير برتقال and sell it for their neighbors ويبيعه للنيبرز بتوعه. Sarah likes knitting, هي بتحب الخياطة, so she decided to make clothes and sell them to clothes shop. طبعا هي بدأت تعمل يعني حاجات يعني تخيط كده هدوم وتبيعها للمكان المناسب. طب هنا بنقول ماجد اند ساره اسكت فور ذير بيرنتس هيلب. طبعا هم طبعا ماجد وساره يعني طلبوا المساعده من يور بيرنتس من عائله من بابا وامه. So their parents give them some ايه money. طب هنا البروبلم هنا كانت ايه؟ ان هم ايه دونت ايه؟ طبعا هنا انا don't have ايه don't have enough ايه don't have enough money for ايه for the present. ما كانش عندهم ايه not enough money. هنا عملت ايه بقى؟ هنا selling orange juice to neighbors. وعمل ايه تاني؟ عمل ايه تاني؟ اللي هي knitting ايه clothes and sent to me knitting she knit she knitting she's knit she's knit she's knitting clothes and sells for ايه for for clothes ايه shop. وايه تاني السوليوشن التاني عملوا ايه تاني؟ تاكس ماني فروم ايه؟ تاك ماني فروم ايه؟ فروم يور فروم ذير ايه؟ بيرنت. طيب سجست انذر سوليوشن. ممكن انت تقترح ايه؟ اقتراح تاني ممكن بس تقول مثلا ايه؟ سيف سام ماني ان هم يحوشوا بعض الاموال يدخلوا بعض الايه؟ الاموال. طب تعالوا انا الليسون 6 مع بعض بنقول ايه؟ ميكينج تشويسز ويز اور انكم. بنعمل اختيارات بالايه؟ بالدخل بتاعنا. هنا بيقول لك ايه؟ read the following affirmation about Layla's family members then solve the following problem. طبعا هنا كل واحد فيهم يديني هنا salary وبيقول لي ايه ان انا يعني ايه هن 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 ايه هن هن هنوفرهم ازاي. هنا بيقول لك ايه؟ I earn 643 LE a week. I earn 325 LE a week. I earn 562 LE a week. I earn 487 LE a week. طبعا هنا كل واحد فيهم يعني هنا بيقول لك ايه؟ ليلى's father بابا ليلى بياخد 613 ايه LE. ليلى's mother 355. ليلى's uncle 562. ليلى's aunt 487. هنا بيقول لك ايه؟ ليلى needs some tools for her study. They cost Kisbet 208. LE. Her mother gave 89 LE. How much money does she need for her father to buy this tool? هي محتاجة قد إيه عشان تشتري الحاجة المطلوبة منها. هي عند هي دلوقتي بيقول لك هي هي الحاجة مكلفة كام؟ 200 هي مكلفة 200 وهنا 89 جاب 89 يبقى هنعمل إيه؟ هنعمل 200 ماينس 89 هيطلع ايه النسبة. تعالى بقى نبص هنا. طبعا هي ايه طبعا انت هتشوف بقى دي انا هسيبها لكم برضه انتوا تحلوها. انا حليت لكم واحده تخلوا بقى ايه البيت. تعالى نشوف بقى ايه انكم ويب اللي هي ايه خريطه الايه الايه الدخل. تعالى نشوف هنا مره. هنا بيقول لي بقى انكم ويب read the following paragraph then complete the table below. طبعا هنا دلوقتي في عندنا paragraph هنقراه وهنحط الايه وبعد كده هنحط ايه هنشوف التيبل اللي تحتيه ونحط الايه الديتيلز بتاعته. Writing the suitable resource in its suitable place as shown in the solved example. يعني هنا انت عندكم ايه؟ family members, father, base rent for apartment, mother, مش عارفه هنا كل واحد هنكتب الريسورس بتاعت المصادر الدخل بتاعته هيعمل بيها ايه؟ تعالوا بص هنا مع بعض. تامر is an 8 years old kid. طبعا تامر بيقول لك هو عنده 8 سنين. His father earns 634 LE a week. بابا بيكسب 634 جنيه في الأسبوع. And his mother earns 452 LE a week. His father and his mother pay rent for the apartment. أول حاجة إن هما both pay rent for a apartment. Okay? His mother buys vegetables every day. طبعا هنا تحط بقى إيه؟ طبعا هي هنا both rent إيه؟
بي ايه رنت فور ايه ابارتمنت، بتدفع ايجار الشقه. لكن ماذر بقى بتعمل ايه؟ بايز فيجيتابلز افري داي. يبقى هنحط هنا ماذر، هتقول ايه؟ ماذر بايز فيجيتابلز. يبقى انت هتكتب هنا ماذر بايز فيجيتابلز افري داي، دي هنكتبها عند ايه؟ ماذر هنا، نكتبها هنا هير ان ذيس بليس. تعالوا بص مع بعض كده تاني نشوف بقى. His father buys food for family. هنكتب هنا ايه؟ His father ايه؟ يبقى هنا father ايه؟ buys food. يبقى هنقول هنا، يبقى انا هحاول اكتبها لكم كده عشان بس احاول اعلم لكم عليها. هنقول او انا هعلم لكم عليها هنا عشان بس ايه، وانت بتكتبه تبقى عارفين هو فين. هنا هنعلم لكم عليها كده بالريد بنسل، عشان بالريد بين عشان ايه؟ يعني نقول مثلا هنا ايه، his mother. يبقى هنقول his mother ايه، buys vegetables every day. يبقى نكتبها فين عند ايه؟ mother، في الخانه اللي في الخانه اللي فيها ايه؟ mother. فعند father بقى تكتب ايه بقى؟ عند father هتكتب ايه؟ عند father هنكتب buys fruit for ايه؟ for family. دي هنكتبها عند مين؟ عند father. اوكي؟ تكتبها عند عند بابا، يعني عند بابا father. اوكي؟ خلاص احنا كده فهمنا، عرفنا هنعمل ايه يا جريد 2. تعالوا بقى نبص مع بعض كده. هنا بيقول لي بقى his father and his mother pay خلاص قلناها دي. his father and mother pay their transportation every day. طبعا هو بص هنكتب عندهم ايه بقى؟ هنكتب ايه؟ يبقى بوث شير ان ايه؟ شير ان باي رين، شير ان ايه؟ ان باي ايه؟ ترانسبورتيشن، في النقل وفي الايجار. يبقى بوث ار شير ان ايه؟ ان ابارتمنت اند ان ايه؟ اند ان ايه؟ ان باينج ان باينج ذير ايه؟ ترانسبورتيشن. هيز فاذر بيز فور فودز ذات ذات تامر نيدز تو ستور. يبقى فاذر بقى بيعمل ايه؟ بيز ايه؟ بيز تو فور تولز ذات تيمر نيدز فور سكول. بيدفع للايه؟ الادوات بتاعه تيمر في المدرسه. تعالوا انا بصوا مع بعض يا جريد، بصوا لنا معايا يا جريد 2. هنا بيقول لي ايه؟ جوب رول بلاي، يعني هنا زي ايه؟ لعبه كده بيقوموا ايه بيها بدور، يعني زي فاكر ما كنا بنلعب، فاكرين انتوا زمان؟ احنا فاكره زمان لما كانت بعض لما كنا نلعب مثلا مع بعض، ففي حد مثلا يعمل تيتشر، حد مثلا اكت از تيتشر، اكت از دكتور، اكت از الانجينير. يعني هي ايه؟ يعني هو زي كده ادوار بيلعبوها في ايه؟ في وظائف معينه. يعني هنا بيقول لي ايه؟ color the following picture that represents the two senses, then role play the senses with your family members. هنا بيقول ايه؟ دكتور هلو سامي، واتس يور كومبلمنت؟ واتس يور كومبلمنت؟ كومبلمنت يعني ايه؟ الشقه بتاعتك. سامي ماي ايز ماي ايز هيرت مي. طبعا هنا ايه ده؟ ده دكتور. فبيقول له ايه؟ بيقول له الدكتور، بيقول له الدكتور دي بتقول له، قلت له انت بتعاني من ايه او بتشتكي من ايه؟ قال لها عيني وجعاني. دكتور do you wash them after school as you arrive your home؟ هل انت بتغسلها لما بتروح البيت؟ ثاني no I don't. لا let me examine them. يلا ايه ان انا اشوف عليه. put this eye drop for 3 days. drop اللي هي ايه؟ القطره اللي بنقول عليها القطره. same I will I will think I will thank you. شكرا انا ايه؟ استطيع اقول شكرا. هنا بقى عندنا جراسر اللي هو البقال. هنا لا هو طبعا هنا جراسر المفروض هنا اللي هو بائع الخضروات، يعني شكله كده جراسر تاني هو بائع الخضروات. وجراسر برضه بتستخدم يعني ممكن برضه تتقال على البقاله بشكل عام، وممكن تقول مثلا فوق فيجيتابل جراسر برضه بتتقال على someone who ايه؟ who sells ايه؟ who sells vegetables بيقولوا عليه جراسر. هلو وات كايند اوف فيجيتابلز دو يو نيد؟ ايه نوع الخضروات اللي انت عايزاه؟ منى اي نيد هاف كيلو اوف جرين بيبر. جرين بيبر اللي هو ايه؟ الفلفل. جروسر ويز بليجر كل سعاده. هير از يور جرين بيبر. اتفضلي ايه؟ ده ايه؟ الجرين بيبر. منى هاو ماتش داز ذا جرين بيبر كوست؟ الجرين بيبر ده او الفلفل الاخضر ده بيتكلف كام؟ كوست 5 ال اي. منى هير ات از ثانك يو. منى اتفضلي اهو. اي مايت سي انا المفروض ان انا اقول choose one of each of the following sentences which is suitable for each of the shown jobs then write the sentence below the picture. طبعا كل واحده من دول ليها وظيفه هنقول فيها. يعني مثلا ايه؟ يعني هنا عندنا الدكتور هل هي تقول today I will cook a very delicious chicken؟ ينفع احطها هنا؟
لا طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ لان هنا المفروض اللي يقول لي دي ريشرز سيت ده يبقى مين؟ كوكر، او اللي هو ايه؟ شيف. يبقى هي دي هتحط عند مين؟ دي عند، يبقى الكلمه دي هتحط عند مين؟ الجمله السنتنس دي هتحط مين؟ عند الشيف. يبقى this one by this ايه؟ picture. اوكي؟ طيب هنا بقى عند الدكتور دي هقول ايه؟ هتتكلم ايه؟ how do you لا how do you read how do you read today. طبعا انا شايفه هنا معايا يعني ايه، بتشوف الايه الريز الاكس ريز اللي هي الاشعه. طيب يبقى هنا ايه هنقول how do you your ايه leg today، اخبار رجلك ايه. هنا بنقول ايه how you want your hair cut، انت عايز شعرك قد ايه. يبقى مين اللي هو اسمه ايه باربر. باربر اللي هو مين؟ اللي هو الحلاق. we have new collection tools اللي هي سيلز ايون سيلز بيرسون. اوكي تعالوا بقى معايا هنا نشوف ايه. هنا بيقول لي بقى ايه choose one of suitable job or more each of the following persons then write it in the complete sentence. Well, Rami loves learning about computers. Is his future job could be a. طبعا هنا بيقول لك رامي بيحب يدرس الكمبيوتر. يبقى هو عايز يبقى ايه؟ هل هو عايز يبقى فارمر؟ رامي. هل يبقى عايز دكتور؟ رامي. يبقى ايه؟ كمبيوتر بروجرامر. هو عايز يدرس ايه؟ about computers. يبقى ايه؟ كمبيوتر بروجرامر. منى's mother say منى makes delicious dishes. منى could be ايه؟ طبعا بتعمل delicious dishes. هل هتبقى فانتر؟ فنانة؟ رونج. تيتشر؟ رونج. ايه؟ شيف. شادي لايكس تيكينج كير اوف بلانتس. شادي بياخد باله من الزرع. هيز فيوتشر جوب كود بي ايه؟ كود بي ايه؟ جاردنر. ان هو يعني ايه يبقى يعني جناني، ان هو طبعا استحاله يكون ميوزيشن موسيقار، واستحاله ان هو يكون فارمر. هو جاردنر. يعني ايه بيقول ايه؟ جاردنر يعني ايه؟ يعني بيرعى جنين. ناديه gives his sister and friends good advices on what to buy. What to buy على طول يعني ايه؟ تشتري، تديهم نصائح على الحاجه اللي يشتروها. ناديه could be a sales person. طبعا هتبقى sales person على طول طالما advises to, on what to buy الحاجات اللي تشتري، يبقى جايه من اسمها sales person. استحاله انها تكون hair stylist دي اللي هم اللي هي مين بقى؟ الهير دريسر. اللوير طبعا اللي له علاقه باللوز اللي هو ايه القانون محامي. هنا بيقول لي بروجكت، طبعا هنا مديني بقى ايه ده، انا هسيبهولكم وانتوا بقى تحلوه. هو بيقول لي بقى ماي فيوتشر جوب، كل واحد هيكتب الفيوتشر جوب بتاعته والماده اللي هو بيحبها ويستخدم. طبعا كل واحد يعني مثلا دكتور، هتقول مثلا دكتور الكاتيجوري هتبقى مثلا ساينس. السالري هتقترح السالري اللي انت هتحطه. طبعا ممكن تحط 5000 باوندز 6000 باوندز اني ثينك يعني. يعني ممكن تعمل دي حسب يور ايماجينيشن. التولز بقى انت هتستخدمها ايه؟ طبعا كل الكلام ده. بلايس اوف ورك طبعا انت ايه هتكتب الكلام ده. جوب بوستر طبعا دي جوب بوستر انت ايه برضه هتعملوها. يعني هتكتب برضه هنا هتعمل بوستر للجوب اللي انت ايه اللي انت عايزها عايزها في المستقبل. هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها بوستر كده وتكتب عليها. اوكي؟ وهنا برضه هنا ايه هنا برضه هنكتب الجوب. كل واحد بقى هيعمل وهيكتب جوب من الجوبس اللي احنا خدناه. يعني مثلا عايز يبقى كمبيوتر بروجرامر دكتور تيتشر اني ثينج، وتقول له انت بقى ايه عايز تبقى ايه، وايه الماده المواد اللي انت بتحتاجها عشان تذاكر للمهنه دي. بليس اوف ورك المكان اللي انت هتشتغل فيه. وده طبعا انت هترسمه طبعا البوستر بتاع الجوب. Today I finished chapter 3 on theme 1. Next class I will start Team 2, Chapter 1. Thanks a lot and see you again. Good night.